مساء الخير عن جديد. أعلن مصرف لبنان بتعميم جديد أنه سيؤمن المبالغ الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية اللي بتدخل بالصناعات الغذائية، أي ما يعرف بسلة الحاجات الأساسية، على أساس سعر صرف ثابت وهو 3900 ليرة للدولار الواحد. فكيف سينعكس هذا الموضوع على أسعار السلع؟ وهل ممكن يأثر إيجابيا على سعر صرف الدولار؟ الخبير الاقتصادي لويس حبيقة يجيب على هذه التساؤلات ضمن هالاتصال. ينعكس أكيد انخفاضا بالليرة اللبنانية، لأنه اليوم إذا تروحي على السوبر ماركت، وأكيد كلنا عم نروح ونشوف الأسعار ارتفعت بالليرة اللبنانية بشكل مش طبيعي، لأنه عم بيحسبوا دولار 10,000 يعني، وبالتالي عم نتفاجأ كلنا بالأسعار. يعني أوكي الدولار ما طلع، ما فيك تحسبي دائما اعلى شيء بالسوق السوداء، لا. وبالتالي اكيد وقت هالشيء بلش السلع اللي رح تستفيد من هالتعميم طبعا مصرف لبنان رح تجي باسعار منخفضه، منخفضه يعني تقريبا النص، لانه اذا بين 10,000 ليره السعر الدولار محسوب و 4,000 يعني نص واكثر من نص، وبالتالي هذا الشيء مفروض يبين على الاسعار، بس بياخذ وقت. ليش؟ لانه لتستوردي السلع الجديده بالسعر الجديد ل 4,000 ليره. بس هذا الشيء كثير منيح ولازم ومنتظر من زمان يعني. انا مش عم شوف ليش مصرف لبنان عم بالقطاره عم ينزلهم، يعني كل جمعه هيك شوي، انه هاي قصص اساسيه لازم من الاول تريحنا. نعم، بعد أديك فترة زمنية ممكن المواطن يبلش يلمس انخفاض بالأسعار؟ هلا يعني أنا رح أعطي يمكن شهر شهرين أكيد، لأنه تعرفي هودي البضاعة لتوصل على لبنان بدها وقت، يعني مع اليوم مع النقل البري أو البحري أو الجوي إلى آخره، بتاخذ وقت لتوصل على الأماكن اللي المواطن بيروح بيشتري فيها، يعني عم تحكي شهرين خلينا نكون بشكل إذا بدك محافظ، ما نقول لا أقل بكثير ولا أكثر بكثير، شهرين زمان بتبلش تبين. تعميم من مصرف لبنان هل ممكن يأثر إيجابيا على سعر صرف الدولار أو ما قالوا علاقة بالموضوع؟ شوفي ما قالوا علاقة بصرف الدولار مباشرة، بس شو قالوا علاقة كيف؟ إنه بخف الطلب على الدولار. يعني اليوم عم نشوف كلنا أو عم نقتنع شوي شوي انه السعر الرسمي للدولار 1500 ليره بطل شيء واعي، يعني اللبناني كله بيعرفوا انه هذا السعر 1500، باي باي اورفار. هلا السعر الرسمي الجديد رح يكون بال 4000 ليره، يعني مصرف لبنان عم بحطنا بجو انه السعر الرسمي الجديد رح يكون 4000، وبالتالي وقت هالشيء يصير الاسواق تستقر. هلا انا مش عم اقول 4000 ليره يعني هذا شيء لنا حلم، لا، لانه بتعرف الاجور كلها بالليره، والاجور يعني بين 1500 و4000 يعني طار نصها، وبالتالي مصرف لبنان ما راح يعلن عن هالنقله هاي قبل ما الحكومه يعني الدوله تتفق على منح جديده للناس، لانه يوم المواطن اللي خسر نص معاشه بالليره ما فيك تقولي له هيك يعني خلص خسرت اورفار، بدك تقولي له زدنا المنح التعليميه، زدنا المنح الصحيه، المنح الغذائيه إلى آخره، منح النقل، ولتلا تعودي شوي عن الخسارة اللي كلنا أكلناها. وبالتالي لذلك عم يمشينا هيك خطوة خطوة، كيف تلقطي هيك الواحد بإيده بإيده لنقطع الطريق سوا، إنه رح نقول على 4000 ليرة. هلا وقت لنا 4000 ليرة بده مصرف لبنان ساعتها يصير يدعم السعر، يعني ما مشكل يوم 5000 يوم 3000 4000 ساعتها بده هو يحافظ عليه بالشراء والبيع بالسوق، وساعتها كلنا بدنا نتأقلم معه. بس ما في شك بكل هالمسيرة هاي، يعني رح أقولها بكل وضوح، أنه نحن بلبنان يعني كاقتصاد أكيد مستوى المعيشة عنا نزل، ما في شك يعني وقت وبالتالي يعني خليني أقولها بالمشبرة حفرنا أكيد كمجتمع كلنا سوا، لأنه مستوى الدخل عنا نزل أكثر من النص بالعملة الأجنبية، وبالتالي بدنا نحن كلبنانيين نتأقلم مع جو جديد، بده ياخذ وقت، ولكن وقت المتأقلم الوضع الاقتصادي العام بيستقر. جلسة دسمة لمجلس الوزراء غدا بجدول أعمال كهربائي مالي بامتياز، فماذا يقول الوزير المعني ريمو غجر المتهم بالوقاحة غير المسبوقة؟ تقرير جوال بيونس.
من حيث الشكل لا يعد جدول أعمال جلسة الحكومة الثلاثاء في القصر الجمهوري طويلاً، إذ يختصر بثمانية بنود فقط، لكن وللمفارقة أن هذه البنود الثمانية بمضمونها تكاد تجعل من جلسة الثلاثاء أحد أبرز الجلسات الدسمة المنتظرة طويلاً، ولا سيما أن الاهتمامات ستتوزع على أربعة محاور: الأول كهرباء، الثاني تدقيق مالي، والثالث استقالة بيفاني، والرابع خبز. في الملف الأول إصلاح كهربائي مرتقب طال انتظاره مع تضمين جدول أعمال جلسة تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو وارد في البند رقم 2، ولو أن الوزير المعني جوبها بانتقادات تحت عنوان وقاحة غير مسبوقة لوزير الطاقة ومردها لآلية المحاصصة الطائفية، إلا أن رد غجر لم يتأخر فقالها بصراحة ووضوح تام. كيف بتعلق ولا سيما بينقال أنه حطيت أنت جدول طائفي وبلشت على أساسه يتوزع؟ بلشنا بإعلان على الويب سايت وقدم 263 واحد، نعطيه للجنة مصغرة درستهم ونقت الأشخاص اللي بيعتقدوا أنه هن يعني عندهم الكفاءات اللازمة. طلع 63 شخص أخذتهم لجنة أنا شكلتها لدراسة الملفات ويعملوا انترفيو معهم، مقابلات معهم، ويحطوا سكور من 0 لل 25، وعملوا ليستا الأشخاص من أعلى سكور من 25 للأدنى، وقالوا كل واحد معه فوق 15 هو مؤهل أنه يكون بهيدي اللجنة، ورفعوا لي تقرير حديت هلأ ما منعرف طائفة حدا منهم. قلت لهم أنا من اللي معهم 16 وبالطالع، بتقولوا لي كل واحد شو طائفته، لأنه نحن مجبورين بالتوازن الموجود بالبلد أنه يكون في شخص من كل طائفة، أوكي؟ ثلاثة مسيحية وثلاثة مسلمين، هيدا الوقت اللي نحط فيه. هلأ بكل طائفة حطينا كل الناس، يعني قسمناهم بالطوائف ونقينا من الأعلى أعلى سكور لأوطى سكور. أنا شفتهم واحد واحد، اللي عنده كونفليكت شلناه، اللي مش موجود بلبنان شلناه، واللي بقي بالليستة اللي هن 18 شخص اللي موجودين، اللي أنا حأقترح من كل طائفة واحد. وين موضوع الطائفة؟ وين موضوع شو اسمه؟ ما بفهم. إذا موضوع المقتضيات الوفاق الوطني مش مطلوبة، نحن أنا شخصيا ما عندي مشكلة أنه نقي أعلى 6 سكور شو ما كانت طوايفهم. هيدول هني مش موظفين، هيدول أعضاء مجلس إدارة، هيدول ما بيخضعوا لآلية، هيدول بنقيهم الوزير حتى من دون آلية، وبالسابق كانوا يتنقوا من دون آلية. بكرة رح ينبت هيدا الموضوع طبعا. تعديل قانون الكهرباء 462 الذي يفتح الباب أمام تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والوارد في البند 7 مطروح أيضا، ولو أن الاتجاه هو للبت به في جلسة لاحقة باعتبار أن نقاشه يتطلب وقتا مستفيضا. نحن آخر لجنة وزارية بال 2019 أقرت، يعني اشتغلت على القانون وعملت تعديلات، نحن عم نرفع هيدي التعديلات مع بعض التعديلات البسيطة إذا بدك لمجلس الوزراء، لنقول لهم أنه أنتوا اتفقتوا على هيدا الشيء ونحن يعني بدنا نمشي بالتعديلات وبدنا نعين الهيئة الناظمة بأسرع وقت، لأنه في ضرورة أنه يصير في تنظيم، ولكن نحن كمان منصر أنه ما نكب كل المشاكل على هيئة أصلاً مش موجودة، وإذا وجدت مش رح تقدر تعمل شغلة إلا ما ندربها بشكل ونعطيها الكفاءة اللازمة والتمويل اللازم. هل تكون هذه البنود الكهربائية الإصلاحية كفيلة باستعادة ثقة صندوق النقد الدولي؟ إذا موضوع مجلس الإدارة وإذا موضوع الهيئة الناظمة بيعطي ثقة ليجيب المستثمرين على لبنان، لازم ينعملوا على الأكيد، أوكي؟ ولكن هل هني بيحلوا مشكلة الكهرباء اليوم؟ أكيد لا، مش لح يحلوا المشكلة، بس بيعطوا ثقة لتنحل بكرة. هي بنود إصلاحية أساسية طالما طالب بها كثر، فهل تمر جلسة الحكومة الثلاثاء الكهربائية بلا أجواء مكهربة؟ فيما ينتهي عقد الفيول مع سوناتراك في أواخر كانون الأول، لا يزال دفتر الشروط لإجراء مناقصة جديدة غير جاهز. إدارة المناقصات تنتظر رد وزارة الطاقة على ملاحظاتها عبر دفتر شروط كامل، فشو أبرز الملاحظات؟ مع إعلان كل من مجلس الوزراء وسوناتراك عدم نيتهما تجديد العقد الموقع من دولة إلى دولة لشراء الفيول، لا تزال إدارة المناقصات تنتظر دفتر الشروط النهائي الذي من المفترض أن تعده وزارة الطاقة، بناء على الملاحظات التي أبدتها الإدارة على دفتر الشروط المقدمة في عهد الوزيرة السابقة ندى البستاني، علما أن منذ قرار مجلس الوزراء بوقف التعاقد مع سوناتراك لم يوضع دفتر الشروط بعد على طاولة إدارة المناقصات، إذ
تشير المعلومات إلى أن في 24 حزيران حصل اجتماع بين كل من مدير عام نفط أورارف غالي ومستشار وزير الطاقة داني سماحة في مكتب مدير عام إدارة المناقصات دكتور جون علي، حيث جرى نقاش موسع في تلزيم مناقصتي الفيول أويل والغاز أويل، وكان اتجاه الوزارة لعدم إشراك الشركات المحلية واضحاً. وقد أودع في القلم كتاب تضمن ملاحظات للوزارة وموافقة على ملاحظات أخرى، فكان رد إدارة المناقصات في 1 تموز بالعودة بدفتر شروط يبنى على الشيء مقتضاه مع عدد من الملاحظات، فما أبرزها؟ سجلت إدارة المناقصات ملاحظة على عدم السماح لتجار النفط بالمشاركة في المناقصة خلافاً لما اقترحه خبير الاتحاد الأوروبي، واقتصار المشاركة على الشركات العالمية وأقصاء الشركات الوطنية بحجة أن أحدها مشتبه بها، إذ يخالف ذلك حرية المنافسة المكرسة في الدستور والمؤتمن عليها إدارة المناقصات. أما وزارة الطاقة فقد استندت إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء بإجراء صفقة من دولة إلى دولة تم تصحيحه لاحقاً، إذ لا يمكن لدولة أن تجري مناقصة وعدل لينص على إجراء الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية. لكن في موازاة تمسك الوزارة بالشركات العالمية في اجتماع ثان عقد بين فغالي وعلية لأن التعاقد مع المورد الأساسي يشكل ضمانة أفضل من التعاقد مع وسطاء بحسب الوزارة، كان إصرار لعلي على الاستحصال على قرار واضح صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن كون دفتر الشروط لم يحصر المناقصة بالشركات العالمية. وقد علمت الأو تي في أن علي تبلغ اليوم الاثنين بأن مجلس الوزراء عدل قراره مرة ثالثة حيث حصر المناقصة بالشركات العالمية. وزارة الطاقة أكدت في كتابها على ضرورة أن يكون حجم أعمال الشركة التراكمي لخمس سنوات 25 مليار دولار من أجل ضمان توفر الملاحظة اللازمة لدى الجهة العارضة، لكن إدارة المناقصات عادت وسجلت ملاحظاتها على هذا البند انطلاقا من أحد مبادئ المشتريات العالمية الذي يشترط أن تتناسب قيمة المشروع مع الخبرة المطلوبة، فيما حجم الأعمال المطلوب يقصي الشركات العالمية المتوسطة بنظرها. بند إضافي يشكل أساساً لا يزال قيد التنقيح، وهو المتعلق بمهلة العقد والبنود الجزائية. فوزارة الطاقة ترى أن بيان تاريخ سريان مفعول العقد وتاريخ انتهاء صلاحيته يحددان لاحقاً. أما بالنسبة لظروف وعواقب إنهاء العقد، فيمكن تلمس بعض عناصرها ضمن بنود العقد حتى لو لم تكن مبينة تحت بند محدد. فكان رد إدارة المناقصات بوجوب تحديد مدة العقد وتاريخ بدء نفاذه وانتهاء مفعوله مع تحديد ظروف انتهاء العقد والجزاءات المترتبة على ذلك، انطلاقاً من مبدأ استمرارية المرافق العامة، وذلك حتى لا يقع لبنان في المحظور في حال انتهاء العقد أو فضه لسبب ما، كما أكد علي. المدير العام للمناقصات الذي ينتظر تسلم دفتر الشروط يرى أن الحل الأنسب يكون بتطبيق ثلاثية المنافسة المكرسة بالدستور والمحاسبة والرقابة مع وضع شروط قاسية لناحية التقيد بشروط النزاهة، لكن التزاما بقرار مجلس الوزراء بحصر المناقصة بالشركات الوطنية، فيؤكد علي أن إدارة المناقصات ستدرس دفتر الشروط في ضوء القرار وسيتم التدقيق لناحية إمكانية تعاقد الشركات العالمية من الباطن مع شركات أخرى لضبطها، وذلك انطلاقا من التجارب السابقة. رغم الضغوط اللي مورست على لبنان في موضوع تسليم الفيول، يحقق المسار القضائي تقدم مستمر، فالقرار الظني في أحد ملفات الفيول المغشوش بيت شبه مكتمل، والقاضية غادة عون تطلب الادعاء على الشركات. تقرير لارا الهاشم. بعد حوالي 3 أشهر على إثارة قضية الفيول المغشوش بناء على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل حول حمولة باخرة البالتيك أمام نيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بات صدور القرار الظني عن قاضي تحقيق الأول أولى منصور في أحد الملفات قاب قوسين أو أدنى. فقد علمت الأو تي في أن القاضي منصور ختم التحقيقات في الملف وأحاله على القاضية غادة عون التي أنهت المطالعة بالأساس وطلبت محاكمة المدة عليهم أمام محكمة الجنايات. على أبرز ما جاء في المطالعة هو طلب القاضي عون الادعاء على كل من شركة زد آر إنرجي دي أم سي سي وسوناتراك بي في آي وزد آر إنرجي جروب هولدينج التي سبق ودهم مكاتبها في ذوق فرع المعلومات بجرم الاحتيال،
كما على إبراهيم الذوق ممثل شركة ZRDMCC وطارق الفوال ممثل سوناتراك وتدي رحمة ممثل شركة ZR Energy المتواري عن الأنظار بجرائم الاحتيال والغش كما بجرم تبييض الأموال الذي قد تصل عقوبته إلى السجن 7 سنوات. وفيما لا يزال مدير المنشآت النفطية سركيس حليس متواريا عن الأنظار ومنقطعا عن العمل بطبيعة الحال، طلب تعاون الادعاء عليه وعلى مدير عام النفط أورارف غالي بجرم الإهمال الوظيفي الذي تصل عقوبته إلى 2 سنوات سجن ومنع المحاكمة عن فغالي بجرم التزوير لعدم توافر عناصره. القاضي عون التي كانت قد حققت مع عشرات الموظفين في منشآت النفط في الحازمية ودير عمار والزهراني وأعطت إشارة بمداهمة مكاتبها، طلبت الإدعاء على عدد من الموظفين بجرائم التزوير وتقاضي رشاوة. يذكر أن التحقيقات في هذا الملف مستمرة في شحنات فيول تعود لسنوات سابقة تسببت بأضرار في المعامل، إضافة إلى التوظيفات وهمية في المنشآت النفطية والتي تم الادعاء على حليس فيها. وتشير مصادر الـ OTV إلى أن القرار الظني بات شبه مكتمل ويتوقع أن يصدره القاضي منصور خلال أسبوع على الأكثر. وتعليقا على التطورات القضائية بملف الفيول اللي تعنى فيه شركة سوناتراك، أوضح مكتب وكيل القانوني المحامي يوسف الخازن أنه بالرغم مما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مشبوهة ولا تمت للحقيقة بأي صلة، لم يتم إطلاقا استدعاء الشركة للتحقيق أو طلب الاستماع لأي شخص مسؤول فيها، وأن الزعم المغرض الذي ينطوي على نوايا مفضوحة بأن السيد طارق فوال الذي قد تم توقيفه والادعاء عليه هو مدير عام الشركة أو ممثلة في لبنان كما تم وصفه، هو خبر عار من الصحة للأسباب التالية. إذ أشار البيان إلى أنه لا وجود لمكتب تمثيلي للشركة في لبنان بحكم طبيعة العقد الموقع مع الدولة اللبنانية، وبالتالي فلا وجود في لبنان لأي مدير عام أو مدير أو موظف للشركة، وأن السيد طارق فوال هو مدير لدى شركة فيكتوار اللبنانية التي تتعاطى الوكالة البحرية ويتولى بالواقع تخليص المعاملات الجمركية وسواها المتعلقة باستقبال وتفريغ شحنات الفيول أويل والمازوت والغاز والمازوت غاز أويل المرسلة من قبل الشركة لصالح الدولة اللبنانية. وقد أضاف البيان أنه بالعام 2018 وبموجب رسالتين خطيتين موجهتين من قبل الشركة إلى وزارة الطاقة، تم تكليف السيد طارق فوال بحكم عمله ووظيفته لدى شركة فيكتوار اللبنانية بملاحقة ومتابعة مستندات الشحنات والاعتمادات المصرفية حصرا تسهيلا لحسن سير العمل دون أي مقابل أو أجر من أي نوع كان. وعليه ليس للسيد طارق فوال أي صفة أو صلاحية بتمثيل الشركة. وختم البيان بأن الشركة تعمد بما يتجاوز مرة جديدة التزاماتها بموجب منطق العقود ومندرجاتها بغية تأمين متطلبات الدولة اللبنانية من مواد الفيول والمازوت في أسرع وقت ممكن بعد فك الحجز عن باخرتين تابعتين إلى، رغم تبلغها المتأخر وخارج المهل التعاقدية لطلبات هذه الأخيرة بهذا الخصوص، وذلك للحد من الانخفاض في إنتاج التيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. فاصل مشاهدينا ومنتابع أخبار المساء. متابعين معكم مشاهدينا أخبار المساء. مرشح المعارضة من أصول لبنانية لويس أبي نادر يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان. فمن هو لويس أبي نادر ابن بلدة باسكنتا المتنية ومن أي مجال أتى ليخوض المعركة الرئاسية؟ تصدر مرشح المعارضة في جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر 52 عام ومن أصول لبنانية وتحديدا من باسكنتا بقضاء المتن نتائج الانتخابات الرئاسية يلي جرت الأحد بحصوله على 54% من الأصوات بحسب ما أظهرت نتائج رسمية استنادا إلى فرز 20% من الأصوات، ليكون بذلك الرئيس الخامس من أصول لبنانية بجمهورية الدومينيكان الواقعة بأمريكا اللاتينية. فمن هو لويس أبي نادر ومن أي مجال أتى ليخوض المعركة الرئاسية؟ طلق ببيته بيت
هون، بيو للويس خلق هون، بيو كان اسمه هوسيه رافائيل أبي نادر، كان سيناتور بالبلد لمدة 16 سنة. هلأ كبيري 2017 طلع، بس كنت روح بيروت كم يوم، يعني عائلة على طول بقلبة لبنان. مشروع لويس مشان السياسة الخارجية من بين أول مشاريعه إنه العلاقات مع لبنان رح يقويها كتير، رح يطلب من الدولة اللبنانية إنه يفتحوا سفارة عنا ونحن نفتح سفارة هوني كمان لحتى العلاقات كتير، لأن كنا جالية لبنانية كتير منيحة هون، ونقوي العلاقات مع البلد اللي هو عطول بيعتبره بلده التاني. ووفقا للنتائج الجزئية يلي أعلنتها مفوضية الانتخابات المركزية، فأبي نادر مرشح الحزب الثوري المعاصر حل أولا بفارق شاسع عن منافسه الرئيسي مرشح حزب التحرير غونزالو كاستيو يلي حصل على 36% من الأصوات. أما بالمرتبة الثالثة فحل الرئيس السابق ليونيل فرنانديز بحصوله على 8.8% من الأصوات. ومن شأن فوز أبي نادر إذا تأكد أن يضع حد ل 16 سنة من الحكم المطلق لحزب التحرير بالجمهورية. أما في حال لم يحصل أي من المرشحين على 51% من الأصوات فستجري دورة تانية في 26 تموز المقبل. إلى الأخبار الأمنية، حيث داهمت المديرية العامة للجمارك ضابطة صيدا مستودع عثر بداخله على كمية من الألبسة والأحذية الأجنبية المهربة، فتم حجزه واقتيدة مع المخالف إلى مركز شعبة المكافحة البرية صيدا في الزهراني لإجراء المقتضى القانوني. مع هالخبر مشاهدينا موصل لختام أخبار المساء. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير.